أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 6 مستودعات للذخيرة التابعة للجيش الأوكراني خلال 24 ساعة الماضية، إضافة إلى منصة إطلاق تابعة لمنظومة الصواريخ S-300 المضادة للطائرات. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية أسقطت 3 طائرات أوكرانية بدون طيار، وقامت بتصفية ما يصل إلى 70 فردا من القوات الأوكرانية. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لم يحدث أي اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تبادل السجناء رجل الأعمال فيكتور بوت والأمريكيين بول ويلن وبريتني جراينر. من جانبها علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا بأنه لا توجد حتى الآن نتيجة بشأن تبادل السجناء، وقالت إن المفاوضات جارية بهذا الشأن. أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 40,230 جندياً وتدمير 1,742 دبابة و 3,979 مركبة مدرعة و 894 من النظم المدفعية و 258 أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و 222 طائرة و 190 مروحية و 729 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و15 سفينة و2854 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 75 وحدة من المعدات الخاصة منذ بدء العملية العسكرية. أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال ترأسه اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العالمين الجديدة إلى جهود الدولة المستمرة في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن والتي تتضمن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية. وتطرق مدبولي إلى الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم وكل من مصر والإمارات والأردن، حيث شدد على ضرورة العمل على تفعيل ما تم الاتفاق عليه من مشروعات ودخولها حيز التنفيذ. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع وزيرة البيئة ومدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أكد حرصه على المتابعة لتفاصيل الاستعدادات اللوجستية والموضوعية الخاصة باستضافة مصر المرتقبة للدورة 27 لمؤتمر المناخ، لما سيمثله من تكليل للجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الماضية لترسيخ مبادئ العمل المناخي وتعزيز دورها القيادي في هذا الملف المحوري. وشهد الاجتماع استعراضا للفكرة التصميمية للمنطقة الخضراء، حيث تم تحديد مساحات العرض التي سيتم إنشاؤها. التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي عددا من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، وذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة أشار خلالها إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوات القادرة على مواجهة التحديات، مؤكدا أن القوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرة الشعب المصري العظيم. نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حصول كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية بأن التعليم بكلية الطب بالقوات المسلحة يتطابق مع معايير التعليم بكلية الطب بالمملكة المتحدة، ويعتبر المجلس هو المسؤول عن تنظيم وحوكمة الأطباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة والمتعلق بسلامة المريض وتأكد من جودة الرعاية التي تعكس
تعكس جودة التعليم والتدريب بكليات الطب. وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تقديمي عن دور ومهام وإمكانات كلية الطب بالقوات المسلحة، كما تم استعراض إجراءات ومراحل الاعتراف. وألقى مدير كلية الطب للقوات المسلحة اللواء طبيب خالد شكري كلمة أشار فيها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة العمل الطبية لتعظيم وتكامل الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة في المجالات العلمية والبحثية المختلفة.